أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على دربه سلم الدين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، كيف حالكم؟ تمام الحمد لله يا مس. كيف حالك أنت؟ الحمد لله، الله يبارك فيكم. المحاضرة الماضية خلصنا مع بعض موازنات التشغيل Operation Budget، أوكي؟ وخلصناها موازنات اللي هي التكاليف الإدارية. قلنا نفس فكرة التكاليف التسويق، في منها متغير وفي منها ثابت، والثابت نوعين نقدي ودفتري، في منها إجباري وفي منها غير إجباري. اليوم إن شاء الله هناخد مراجعة على اللي شرحناه. دكتورة، بس بعد إذنك أنا اليوم منحة مدقة، مش حقدر أحضر المكائن، مش حقدر أحضر المحاضرة، بدي أطلع أشتري ذهب. خلاص نبعت لك حرامي. مش هتعرفوا مكاني. ماشي، بالتوفيق إن شاء الله. ليش يروح علي حضور أو إشي؟ لا لا يا أنت، الذهب لازم، إحنا عارفين رايح، نكتب جنب اسمك رايحة تشتري ذهب. تمام. ماشي، بالتوفيق إن شاء الله، ربنا يكرمك. تمام. بس كأنه بدري على الذهب، فتحوا الساغة. والله سيده كل إشي عنده بدري. هو سيدك اللي بيشتري يعني؟ لازم يكون معانا. هو مش لازم، بس عشان أنا الحفيدة المميزة يعني. ما شاء الله، بس هو لازم في الشغلات هذه يكون فيه رجال يعني. فسيده موجود، ربنا يخليكم لبعض إن شاء الله. يا رب. مبارك عقبال كل الصبايا المتزوجين. الله يبارك فيك يا دكتورة. أوكي، إذا السؤال بيقول عنا، إذا قدمت شركة البيان لصناعة الزجاج مبيعاتها بالوحدة كما يلي. شوف مع بعض. بس جدولين. احنا نسأل السؤال. هاي نون، وين مبيعات بالوحدة؟ قلنا مبيعات الوحدة بيجيبوها عن طريق دراسات والخبرة في السوق. طيب، هاي المبيعات بقول السؤال، إذا كان سعر بيع الوحدة 12.5 دولار، احسبي موازنة المبيعات للعام 2021 ميلادي. مين يحل مع السؤال؟ أول حاجة بنعملها بنكتب عنوان الجدول، موازنة المبيعات بالدولار. طبعا هو هنا معطينا موازنة مبيعات بالوحدة، هيكون طبعا بده بالدولار. مين يحل معايا؟ يلا هاخد نفس الجدول أنزله على الحل. ماشي، هيو ونروح عاملين. إذا فاهم الشغل على طول، سعر بيع الوحدة، يعني لو طلعت النتائج على طول بكون صح الحل. وهنا اللي هو المطلوب موازنة المبيعات. سعر البيع 12.5، بننشر وبنضرب ضربا مبرحا المبيعات بالوحدة في سعر البيع، بيطلع لي إيش؟ بيطلع لي الإيراد أو موازنة المبيعات. أضرب لو سمحت، أنا مش معايا بس أجيب الآلة الحاسبة أحسن لي من الجوال.
طلعوا نتائج يا أخوات. خمسة آلاف وخمسمية ضرب باتناش ونص. 68,750. اللي بعدها. أربعين ألف. ممتاز يا هلا. اللي بعدها. إحنا إيش بنسوي؟ بنضرب قاعدين. مبيعات بالوحدة. 26,250. ممتاز. مبيعات بالوحدة في السعر اللي هو الإيراد. نحسب الإيراد. خلي بالك من 50,000. آخر واحدة. خمسة وسبعين ألف. سبعمية خمسة وسبعين ألف. أنا حاطة صفر زيادة. إذا هيك بنكون حلينا السؤال بمنتهى البساطة، بس نضرب المبيعات بالوحدة في سعر بيع الوحدة. ماشي؟ طيب. هنا سؤال اثنين، شو ما بعرف ايش بقول. سؤال آخر، لدى مصنع العودة للبسكوت، ماشي، ثلاث مناطق لتوزيع البضاعة اللي هو البسكوت. يافا، مين من يافا فيكو؟ حيفا، طب مين من حيفا؟ تل الربيع، ماشي. وبعد دراسة السوق والتنبؤ بالمبيعات العام 2021 ميلادي اتضح بالآتي. شوف ايش اتضح. نعطيني جدول. هيو. هذا الفصل كله جداول. هي يافا، حيفا ولا حيفا، تل الربيع، يعني جاب وجع ضد فلسطين المحتلة. عنا يا اخوات ارقام المبيعات بس دكتوره من شمال اليمين. انا ايوه هي السؤال. هذا السعر 3000. هذا السعر 2000. ستة ونص. هاي السعر كاتب لنا هنا الكمية اللي هي مبيعات بالوحدة والسعر. طيب لغاية الآن الكلام هذا ما رأينا قبل هيك. الشركة الطاقة الإنتاجية القصوى لها 6000 وحدة. 60,000 وحدة. لا 6000. 6000 وحدة، ماشي، من البسكوت. يعني بيعملوا 6000 ايش قطعة. وسياستها كانت، شوف السياسة، واحد الوفاء، صح، بمتطلبات لحظة يا خوات تل الربيع اولا، ماشي، ثم يافا، ثم الباقي لمين؟ لحيفا. لأن هذه سياستهم، تل الربيع أولا ثم يافا ثم إيش؟ حيفا. طيب معدلات البيع في العام، يعني وش بيبعتوا؟ 3 7 9 10. هذه هي أشهر المطلوب. واحد أعدي موازنة المبيعات حسب سياسة الشركة أو المصنع. اثنين أعدي موازنة
المبيعات ماشي حسب أشهر السنة. بس هاي سؤال الحل تابعين معي ولا يمين؟ هنعمل جدول. لا طبعا أول حاجة هنقول موازنة مبيعات حسب سياسة الشركة. هروح أعمل جدول زي ما أخذنا قبل هيك مكون من ثلاث أعمدة نشوف هيكون عندنا عجز جدول ولا فائض. هنا البند وهنا الجزئي وهنا الكلي. لازم يكون قدام الأرقام. أيوة هيك. أول حاجة الطاقة الإنتاجية للمصنع هنا فيش حاجة بقول 6000. طيب أول حاجة احتياجات للربيع قديش للربيع بتحتاج في السؤال؟ 1500. طيب قديش المتبقي؟ أربعة آلاف وخمسمية. خليك معي يا جماعة. أربعة آلاف وخمسمية. بيقول لي بعد تل ربيع بنبعت البضاعة ليافا. احتياجات يافا. 2000. طيب يافا ودناها 2000. قديش المتبقي؟ 2500. ضل في صفوف. لا طيب الآن مين ضايل؟ حيفا. حيفا احتياجات حيفا. قديش حيفا؟ 3000. 3000 بيطلع لنا عجز 500. العجز 500. سنرسل لحيفا 2500. أوكي؟ طيب الآن موازنة المبيعات حسب سياسة المؤسسة. هنعمل جدول مشهور. البند المبيعات السعر الموازنة. عندنا تل الربيع يافا حيفا. تل الربيع هل هتحل الكمية زي ما هي؟ هنلعب فيها لازم هي 3000. قديش سعرها؟ 5 ماشي. 3000 و5 15000. طيب يافا نرجع فوق ماشي. لا يا جماعة أنا قاعدة بحل غلط وأنتم نايمين. قلنا تل الربيع 1500 مش 3000. ألف وخمسمية في سعرها 5 7500. يافا احتياجاتها 2000 حتحلها 2000. سعر يافا قديش؟ نطلع فوق نشوف. 6.5. ثلاثة عشر ألف. كم يا أبلة؟ 13000. 13000 ممتاز.
الآن حيفا، إحنا قديش نبات لحيفا؟ 2500. طبعا هنا زي ما أنتم فاكرين حيفا حيكون في سعر جديد. كيف حنحسبه؟ كيف حنحسب السعر؟ العجز على الاحتياجات، ونجيب نسبة العجز وبنضربها بالسعر زائد السعر القديم. سعر حيفا طبعا هنا زائد، قلنا نفتح قسم، نفتح قوس العجز تقسيم احتياجات حيفا ضرب سعر. قلنا ممكن نقسمها مرحلتين ماشي، أو ممكن مرحلة واحدة اللي رايحك. قديش سعر حيفا في السؤال كان؟ أربعة زائد نفتح قوس كمان قوس. قديش العجز؟ 500 تقسيم. قديش حيفا كانت محتاجة؟ 3000. ممتاز ماشي. ضرب أربعة في أربعة يساوي أربعة زائد نفتح قوسين 500 تقسيم 500 تقسيم 3000 يطلع نسبة يا أخوات. قديش ولا معاكي؟ كم؟ 16%. ضربة مضحة في السعر أربعة هتساوي أربعة زائد طبعا أنت في كسور خديها من أولها بس 16% في أربعة. تطلع 1.28%. 4.6. 4.6. إذن السعر الجديد لحيفا 4.6. بتضربيها يا أبلة في 2500. 11500. ممتاز 11500. إذا هيك حلينا السؤال الأول حسب إيش؟ حسب سياسة الشركة. النقطة الثانية موازنة المبيعات حسب اللي هي التوزيع، اللي هي أشهر التوزيع للمناطق. هنعمل واحدة وخلص، موازنة تل الربيع. هنعمل تل الربيع والباقي نفس الحل. برضو جدول. كم شهر هما؟ أربعة. أوكي. هاي الأشهر المبيعات. إحنا ممكن نحط السعر أو ممكن ما نحطوش، يعني نشتغل على طول. السعر موازنة مبيعات شو تل الربيع. يعني قديش حنودي لها طلبيات؟ عنا اللي هو شهر 3، شهر 7، شهر 9، شهر 10. أنا بعت لها إيش الطلبيات. طبعاً تل الربيع سعرها ما تغيرش. قديش سعرها؟ 5 5 5 5 5. طبعاً هنا لازم الإجمالي هنا يكون 3000. 1500 في الربيع. أوكي شكراً. 1500. تعالوا الآن نجيب توزيع الأشهر.
مبيعات شهر 3 حتساوي ماشي 1500 اللي هو المبيعات الأصلية ضرب ضرب 3 تقسيم متوسط الحسابي 3 زائد 7 زائد 9 زائد 10 يساوي. طلع الناتج لو سمحت بس أخلص أنا. مبيعات شهر 7 تساوي 1500 ضرب 7 تقسيم 3 زائد 7 زائد 9 زائد 10 يساوي. مبيعات شهر 9 تساوي 1500 ضرب المبرهن 9 تقسيم 3 زائد 7 زائد 9 زائد 10 تساوي. يا ريت تكونوا طلعتوا النتائج. طلع النتائج لو سمحتي. أيوة مية خمسة وخمسين بوينت 17. ناخدها من وراك الصور. في بوينت 17 بدون كسور تمام. هذه كميات تمام. الثانية 362 والثالثة 465. 465 أوكي. الأخيرة 517. جمعوهم لو سمحتوا. 517 زائد 465 زائد 362 زائد 155 1499 عشان الكسور ماشي. الآن أوكي الآن نضرب ضرب المبرحن المبيعات اللي طلعناها في السعر 775 362 في 5 ب 1810 ممتاز. 465 في 5 2325 ممتازة. 517 في 5 2585 واضح؟ واضح يا اخوات ولا عيدها؟ واضح. اوكي السؤال التالي وين انا؟ السؤال يكون بسيط. سؤال موازنة التكاليف التسويقية. احنا سؤال شو مع بعض؟ سؤال صغنون. بلغت تكاليف تسويقية الثابتة ماشي لشركة ما 100,000 دولار 100,000 دولار والإهلاك منها 25,000 دولار أوكي. وعدد الأشهر كان 3 أوكي. وللشركة منتجين. هذا خلصنا في المحاضرة الماضية ماشي. نسبة هذا المنتج 40%. طيب احسبي موازنة التكاليف التسويقية الثابتة لهذا المنتج مش للشركة هذا المنتج.
مين يحل السؤال؟ مين يحل السؤال؟ أول حاجة بنعملها يا خوازن، إحنا عارفين بالضوح واسمين، واسمين إيش؟ الموازنة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا ثلاثة دول. بنكتب هنا نقدي، وبعدين دفتري، وبعدين بالإجمالي. طبعا هو الأصل أنا أحط الشهور، على فكرة أحط الشهور. نون، قولي ثلاث شهور، واحد اثنين ثلاثة، وهنا الإجمالي. طيب يلا نحل. أنا بدي أجيب الشكل تبع امبارح، أيوة أوكي، أشتغل عليه، بس بدي أشيل الأرقام. هنا تكاليف الثابتة لمنتج واحد، هو طلب منا منتج واحد، قديش في السؤال؟ 100,000. منتجنا بس له نصيب 40%، 100,000 40%، ايش بعطيني؟ عشان الاصفر يا اخوات، 40,000. إذن إحنا هنشتغل على إيش؟ على 40,000. ده أجي هنا أشيل هذه، وأشيل هذه عشان ما يصيرش لبس، وأشيل هذه. الآن إحنا هنشتغل على رقم 40,000. هنا النقدي 40,000، أبصر قديش. وهنا الإهلاك 40,000، أبصر قديش. طيب الآن عشان نقدر نحل لازم نعرف قديش نسبة الإهلاك في السؤال. وين السؤال؟ الإهلاك كان 25,000 تقسيم 100,000. 25,000 تقسيم 100,000، ماشي. قسمي لو سمحتي. 25%. 25%. تضرب عليه 25%. يعني عندنا الإهلاك هنا 25%. لما يكون الإهلاك 25%، قديش هيكون النقدي؟ 75. ممتازة. 75 تساوي، طلع لو سمحت النتائج. 40,000 10,000. والثانية 30,000. 30,000 ممتاز. 30,000. الآن آخر خطوة عندك 30,000. قديش الفترة الزمنية نونة؟ 3. نون في السؤال 3. إذا كل شهر هيكون عنده إيش؟ 10,000. هنا 10,000 تقسيم برضو 3. يطلع 3,333.3. أوكي. الآن هناخدهم ننشرهم هنا. يلا ننشر. هاي النقدي 10,000، 10,000، 10,000. الأصل يكون التوتال 30,000. هنا 10,000، لحظة، 10,000 التوتال اللي هي 3,3,3,3. طلع الناتج بشكل أفقي لو سمحتي.
الأرقام صحيحة؟ أي مس. أوكي. نكتب سؤال ونحل الجزء الثاني من المحاضرة. هاي السؤال. هذا السؤال الأخير في المراجعة اليوم. إن شاء الله نعيشنا. سؤال. تنتج إحدى الشركات ماشي المنتج سين وتبيع الوحدة منه ماشي بسعر 2.5 دولار. طيب ومبيعاتها المتوقعة للعام 2021 ميلادي كالآتي. حتى المبيعات بتكون في ايش؟ في جدول. هاي الأشهر وهي المبيعات. بس تعالوا جنب بعض، انتوا شو عاملين هيك قصة؟ السلام عليكم الديك. شو ما بعد 40,000 وحدة، 60,000، 65,000، 36,000. طيب. لا في كمان عندنا مبيعات على فكرة. في نفس الجدول. طيب هاي المبيعات. بقية السؤال هنا. يحتاج إنتاج الوحدة الواحدة للمادة صاد، هذه مادة خام، مادة صاد ماشي، 6 كيلو غرام بسعر 9.10 دينار. طبعا للكيلوغرام، للكيلوغرام الواحد. وتحتاج إلى 36 دقيقة ماشي لإنتاج الوحدة الواحدة بأجر أو بسعر 6 دينار للساعة. أوكي. مخزون سلعي أول المدة 6,000 وحدة ومخزون آخر المدة سلعي 25% من مبيعات الشهر التالي أو القادم، ومخزون أول المدة للمادة الخام سين 6,720 كيلوغرام ماشي، ومخزون آخر المدة للمواد أو المادة الأولية سين 40% من إنتاج الفترة القادمة. بس أي بيانات؟ ما خليناش حاجة في نفسنا. سؤال. احسبي موازنة المبيعات، موازنة الإنتاج، موازنة المواد الأولية. خلاص يا جماعة ما فيش حاجة.
موازنة المشتريات، موازنة العمل للأجور. بس هاي السؤال. الحل واحد، موازنة المبيعات. إذا عندنا سؤال شامل، عندنا سؤال إيش؟ شامل. بس نلونه. نرتاح شوية ولا نحل؟ فكرة تعبت أنا. ماشي. ناخذ الحضور وبعدين نطلع من القاعة عشان هيدا خلصت، بعدين نرجع نحل. الحاجة الأخت بهية. بهية موجودة؟ موجودة يا مس. داليا أبو عبدو؟ موجودة يا مس. دنيا؟ موجودة يا مس. هديل؟ موجودة يا مس. حنان؟ موجودة يا مس. ملك الكفارنة؟ وهلا موجودة. موجودة. رغم أنه المسجل المادة أكثر من 40 طالبة إلا أنه الحضور سيء، بعرفش ليش، ليش الحضور رغم المادة هذه مش هينة يعني، مش هذا المادة اللي تقولي حذكرها لحالي. يلا أنتوا حضرين ما إيش علاقة. نطلع ونرجع إن شاء الله.